عايز حلقة النهاردة تبقى عن الموضوع ده، مش كنت في شريف زي ما انت عايز. امبارح تم القبض على رجل الأعمال المشهور والسياسي المعروف شريف مختار. بس أنا مش هسكت، فاهم؟ هتسكت يا إما مش انت لوحدك اللي هتحكم عليه بالإعدام. إذا كان ليك حق عندي هديك خدته مني يوم ما مسكتني، لكن أنا حقي فين؟ بص يا جمال، أنا قلت أعمل اللي عليا وأجي أكلمك الأول، أحسن لك تبطل اللي بتعمله ده. يا سميرة ده شغل. أنا خايف يا سميرة. متخافش فؤاد، طمني. حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء على المتهم شريف مختار السيد بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي. سميرة الرشيدي مرات شريف مختار. يعني تعوزاني يا ستي نمسك قضية جوزها بدل فؤاد عبد الله؟ قلت لها مفيش غير واحد بس هو اللي يعرف يمسك القضية دي، والواحد ده مش أنا. مين؟ أنت. أنت يا نهى. مساء الخير أعزائي المشاهدين في حواديت بلدنا. الليلة في مفاجآت كتيرة جدا. أول مفاجأة متهيألي خبر فيه كتير منكم لاحق يعرفوه، وهو الحكم بالإعدام على رجل الأعمال شريف مختار. طبعا الخبر كان صدمة لشريف وعيلته، ربنا يصبرهم زي ما صبر عيلة دينا فهيم. والخبر كمان كان صدمة لينا كلنا. احنا حاولنا نوصل لعيلة شريف ونعرف تعليقهم ايه على الحكم، لكن للأسف ما قدرناش. على العموم وفي أول رد فعل على الحكم، انهار سهم مجموعة شريف مختار الاقتصادية في البورصة النهاردة، ومتوقع ان هو يفضل ينزل في الفترة اللي جاية. وعلى حسب معلوماتنا كمان عرفنا ان عيلة شريف قررت سحب القضية من مكتب الأستاذ فؤاد عبد الله، وقرروا يستعينوا بالمحامي المشهور مصطفى الخولي. ويبقى السؤال دلوقتي، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبي مصطفى الخولي؟ عرفت اللي حصل؟ فؤاد عبد الله؟ ايوه عرفت. هل لسه في ناس معتقده ان شريف مختار بريء حتى بعد الحكم عليه بالاعدام؟ وهل هتنجح مجموعه شريف مختار الاقتصاديه ان هي تتخطى الازمه دي؟ ايه رايك في اللي حصل؟ عموما هي دي الاسئله اللي هنتكلم فيها النهارده. انت شايفه اهو، ابقوا معنا. نهى، انا عايزك توعديني بحاجه. حاجه ايه؟ ان القضيه دي لو مشيتش كويس ما تزعليش نفسك. ليه بتقول كده؟ انا مش عايز احبطك، بس انت عارف اني عارف تفاصيل القضية دي كويس اوي، وبصراحة من الاخر يعني مش متفائل. ماشي اوعدك، بس عشان تبقى عارف انا هكسب القضية دي يا خالد ان شاء الله، وهتشوف. يا ريت يا نوع، يا ريت. حتى لو هو اللي عملها. تقصد ايه؟ يعني لو شريف مختار طلع فعلا هو اللي قتل مراته برضه هتساعدي؟ Thank you.
ترديش على تليفونك ليه؟ كنت فين؟ اللي صحاك يا خالد. كنت فين يا نوح؟ ايه اللي نزلك في وقت متاخر زي ده؟ كنت في الشريف مختار. مين اللي سمح لك تعملي كده؟ معلش يا خالد، هي كانت حاجه مهمه وكان لازم اتاكد منها بنفسي. تتاكدي منها الصبح ازاي يعني؟ تخرجي لوحدك كده حتى من غير ما تقولي لي؟ انت فاكره نفسك مين؟ انا بس ما رضيتش اصحيك على الفاضي وقلت ما عنديش انا الكلام ده يا نوها، ما عنديش. قبل ما تعملي اي حاجه تاني تاخدي الاذن، مفهوم؟ مالك؟ معلش، ما فيش انا تعبانه بس من قله النوم. انا اسفه يا خالد، ما تزعلش مني والله، اوعدك اللي حصل ده مش هيتكرر تاني. طب بالك فيكي حاجه ولا ايه؟ مفيش حاجه. مجنونه، خشي جوه. بكره تروح النسرين. ما هو خالد طلع عنده حق اهو. ايه التهريج ده يا نهى؟ ما ينفعش كده يا بنت. ايه نسرين، هتعمل عليا دكتوره ولا ايه؟ دكتوره ونص بس، انا بتكلم بجد، ضغطك واطي قوي. طب والحل؟ ترتاحي شويه. ابقى لسه ماسكه قضيه زي دي وتقولي لي ارتاح؟ ده غير خالد وياسين والبيت، هلاقي وقت منين؟ مانج، اتصرفي يا نهى، بس انت لازم تاكلي احسن من كده وتنامي احسن من كده وتخفي بقى الكافيين اللي عمال على بطال ده. حاضر. بصي، انا بكتب لك على شويه فيتامينات تاخديها الصبح عشان ما تتعبكيش. وهكتب لك على شويه تحاليل كمان عشان بس نطمن. وفي ترانكولايزر كده خفيف هيساعدك تنامي كويس، وتمنعي خالص بقى القهوه والنسكافيه قبل النوم على الاقل باربع ساعات. مفهوم؟ مفهوم يا ست الدكتوره. معلش يا ست، استحمليني شويه بس، اللي بقوله لازم يتعامل. بقول لك ايه، رشا كلمتني، طبعا متضايقه جدا ان احنا ما بنشوفهاش خالص، فهرتب معاها واعملي حسابك بقى نتلم احنا الثلاثه. بقول لها مش عارفه ارتاح، تقول لي ارتب معاها ونتفق على ميعاد. طيب حاضر نسرين، هظبط مواعيدي وبقول لك نتقابل سنه كام. حاجه تانية ولا خلاص كده؟ لا خلاص كده يا ستي. ماشي انا همشي بقى وبشوفك تاني. باي. انا مش موافق على اللي عملتيه ده يا ماما، مش موافق خالص. ليه؟ بقضية خسرها في وضع عبد الله، تديها لحته عيله زي اللي اسمها نوها دي. مصطفى الخولي هو اللي اصر، وبعدين انا حسبتها بالعقل، مش معقولة محامي كبير زيه هيغامر بسمعته وسمعة مكتبه في قضية كبيرة زي دي إلا لو واثق فيها. طب هو مش ده أولا. سنين البنت شغالة في مكتب، يعني أي حاجة هتعملها هتبقى تحت إشرافه. بعدين شفت السي في بتاعها واتطمنت. سي في؟ وإحنا بنعين موظف يا ماما؟ دي فيها إعدام. يا حبيبي افهم، لما تعرف القضايا اللي هي اترفعت فيها وكسبتها هتعرف إنها أحسن واحدة تدافع عن أبوك. مش عارف يا ماما، مش مطمن. هنجرب يا زياد، احنا ما بقاش في ايدنا حاجه تانية نعملها. اولا الشاهد اللي اتصل وبلغ عن الجريمه موقفه غامض جدا، ايه اللي يخلي واحد يشوف جريمه قتل يتصل يبلغ عنها وبعد كده يختفي مع ان هو الشاهد الرئيسي فيها؟ دي حاجه. الحاجه التانية، ازاي حد يقدر يشوف جريمه بتحصل جوه الفيلا وهو واقف براها؟ الله، ما جايز يكون واقف قدام الفيلا على طول. لا يمكن، انا رحت بنفسي وصورت الفيلا من كل الزوايا، لا يمكن حد يكون واقف بره الفيلا يقدر يشوف اللي بيحصل جواها، وانا صورت الكلام ده بالموبايل بتاعي. والله يا حلو ده، لكن انت كده بالطريقه دي خلصت من الشاهد ومن البلاغ. عارفه ناقص بقى ايه؟ ناقص عدم وجود حد تاني في الفيلا. حتى ده في صالحنا مش ضدنا. طب ازاي؟ عشان لو كان شريف فعلا هو اللي فضى الفيلا عشان يقتل مراته، ايه اللي هيخليه يقتلها في الريسبشن؟ وكان ممكن يطلع اوضه النوم ويقتلها هناك. قتلها في المكان ده ملوش غير تفسير واحد، ان هي حست بحركه فراحت عشان تشوف فيه ايه، راح القاتل قتلها قبل ما تبلغ عنه. حلو ده يا نهى. انت بقى عارفه تعملي ايه؟ تروحي كاتبه الكلام ده كله في مذكره نقد وتطلعي بيها بنت على المحكمه. ما انا عملت كده فعلا وطبعت الصور كمان، بس تفتكر ده كفايه عشان يقبلوا النقد؟ يا بنتي ده حكم بالاعدام، يعني اي حاجه تلاقيها في ايدك لازم تجري فيها لغايه الاخر. وموضوع شاهد الاثبات ده على فكره قرينه وشيء جيد جدا 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 لاعاده نظر القضيه مره اخرى. مش عارفه، خايفه برضه يكون في حاجه تانية ناقصه ولازم نعملها. مفيش، انت الكلام اللي انت قلته لي ده تطلعي بيه دلوقتي على طول للمحكمه وتبلغيني يا قمر ايه اللي حصل. ادخل. نهى، مدام سميره بره وعايزه تشوفك. طيب اما اروح اشوف في ايه. يلا. عن اذن. يلا ست. ايه ده يا مدام سميره؟ شيك ب 100,000 جنيه.
بس ده كتير، وبعدين القضية لسه ما خلصتش. دي أتعبك عشان النقد. طب بس عشان تبقي فاهمة. أنا فاهمة. النقد مش معنى البراءة، احنا بس هنعيد المحاكمة في دايرة تانية. طب كويس ان حضرتك فاهمة. مدام كده بقى يبقى خلي فلوسك لحد لما نجيب لشريف بيه البراءة. دي أتعبك عشان النقد ومش هترجع. يوم لما تجيبي لشريف البراءة أتعبك هتبقى مليون جنيه. مليون جنيه؟ ليه؟ أكيد عشان براءة شريف تسوى عندي كل ده. مدام سميرة اسمحي لي أسألك سؤال بس هو شخصي. تفضل. ازاي واحدة ست بعد ما جوزها يعمل فيها كل اللي شريف بيعمله فيكي لسه بتقفي جنبه بالشكل ده؟ عمل ايه؟ عارف كم واحدة جوز عليا؟ اللي بيني وبين شريف أكتر من كده. الكلام ده ما يفرقش. يا جماعة خلاصوا بقى، مين إن ومين أوت؟ هو إحنا هنسافر لوحدنا خالص يعني من غير أهالينا؟ أمال بأهالينا؟ لا نجيبهم والله نجيبهم. لا ما أي فوكي فوكي. أنا عن نفسي إن جدا، أنا ما فوتش حاجة كده. طب وأنت إيه يا حبيبة بابا، إيه نظام؟ أنا ما أعتقدش بابي هيوافق. يوافق؟ لا ده أنت عبيطة. هي عبيطة ولا إيه؟ خلاص. في إيه لينا؟ ما أنت عايزاني أعمل إيه؟ زنة أمسي اعملي أي حاجة وأنا أقول لك تعملي إيه؟ أيوة لينا، أنت بتتكلمي في سفر مش خروج هنا ولا تأخير ساعتين، يعني نو واي. لا أنت خنقتيني ولازم أنا اتقفلت اليوم، اتقفل كده بالنسبة لي. تعالي بس تعالي. إيه تستفل مش عايزة؟ أكيد عايزة. طب اسمعي بقى الكلام اللي أنا هقوله لك وعملي زيه بالظبط، ماشي؟ طب أنا هسيبكوا تتكلموا مع بعض وهرجع لكم تاني. ازاي حضرتك شريف بيه؟ أنا نهار رشاد المحامية. سميرة كلمتني عنك. طيب كويس قوي. المهم هتعرفي تخرجيني من هنا ولا لأ؟ لازم حضرتك في الأول تساعدني، عشان كده كنت عايزاك تحكي لي على كل حاجة حصلت بالظبط. ليه بس يا مامي؟ فيها إيه يعني؟ ما تحاوليش. ما أنا لو وافقت باباكي مش هيوافق. طب ممكن حضرتك توافقي الأول وبعدين نشوف حكاية بابي دي؟ رانيا أنا مش فاهمة. إيه السفر اللي أنت عايزة تسافريه ده؟ يا مامي هو أنا لسه صغيرة. يعني أنا بقيت في الجامعة على فكرة. وبعدين مش بقولك رايحة أمريكا، يعني دي العين السخنة. يعني آخر الشارع. والله. والله. وي بليز والنبي وافي ما تصغرنيش قدام صحابي. وبعدين احنا مش هنتاخر ايه، ده هم يومين الويك اند وهنرجع على طول. والله اي بروميس اول ما هرجع هقعد ادح واذاكر لحد ما اجيب الجريدز اللي انت عايزينها اجيبها. بليز والنبي وافي، بليز والنبي والنبي بليز. خلاص خلاص انا هتكلم مع بابا وارد عليكي. ارتحتي؟ يس. كفايه بقى اذن عشان نسكت. يعني كنت بتحبها؟ ايوه حبيتها. بصي انا معروف عني اني غاوي ستات، انا عارف ان دي حاجه مش مفروض اتباهى بيها. علاقاتي النسائيه كانت مليئه الدنيا. تفتكر انا اتجوزت دينا ليه؟ ممكن تكون عشان ما عرفتش تطولها من غير جواز. مش مظبوط. لو كده كنت اتجوزتها شهر او اتنين واول ما زهقت منها سبتها. انا حبيتها فعلا، حبيتها قوي. الله يرحمها. طب وهي كانت بتحبك؟ السعاده اللي ادتها لي ما تطلعش غير من واحده بتحب. طب طالما انتوا الاتنين كنتوا بتحبوا بعض قوي كده، المشاكل اللي كانت بينكوا دي جت منين؟ عادي مشاكل بين اي اتنين متجوزين. ايوه يعني سببها ايه؟ غيرة ولا شك ولا فلوس ولا ايه؟ عادي مشاكل وخلاص، ما تفرقش. لا تفرق في المحكمة، لأن المشاكل دي ممكن تبقى دافع لارتكاب الجريمة. مش هنقف قدام القاضي ونقول له مشاكل وخلاص. عشان كده يا شريف بيه لازم تحكي لي كل حاجة حصلت وبالظبط. حاضر. من فترة بدأت تجيلي تليفونات ورسائل من أرقام مجهولة، كانت كلها حاجات عندي هنا. حاجات زي ايه؟ يعني يقولوا لي انها مصاحبه الممثل فلان، انهم شافوها في مكان وكان معها شخص باين. رسائل بيوصلوها لي يقولوا لي فوق يا مغفل. وللاسف انا اتاكدت وعرفت ان الكلام ده مظبوط. يعني دينا كانت بتخون؟ انا ما قلتش كده، انا قلت اتاكدت انها كانت بتبقى في المكان اللي قالوا لي عليه ومع الشخص اللي برضه قالوا لي عليه. طب عملت ايه ساعتها؟ ضايقت عليها الخناق في الخروج وفي الشغل، وطبعا ده ضايقها
احنا ممكن نغير الموضوع. طيب حاضر ماشي. عموما ندخل على النقطة التانية والأهم. مسدسك يا شريف بيه. أنا قلت مفيش سفر يعني مفيش سفر، واعملي اللي أنت عايزاه. هعمل وهروح وهسافر وهتبسط بقى. لينا ما تخلينيش أتنرفز عليكي. مش كل حاجة بتيجي أتنرفز عليكي، أنا زهقت. لينا أنت جننتي. في إيه؟ مالكم في إيه؟ تعالى تعالى شوف بنتك. الهانم عايزة تمشي كلامها عليا. وأنا زهقت من الطريقة دي بجد بقى. الهانم عايزة تسافر، وأنا بقول لها لأ، مش عايزة تسمع كلامي. وهسافر. لينا ما ينفعش تسافري الايام دي، انت عندك امتحانات. يا بابا ما ينفعش، انا اتفقت مع اصحابي. اصلا عيب قوي تتفق مع اصحابك من غير ما تقول لنا. خلاص الموضوع انتهى، انسيه. لا مش هنساه. وبعدين مش كل ما ترفض حاجه انت تاخد صفها بقى، كفايه. شفت؟ يوه اتكلم انت يا عمرو. ويتكلم ليه يعني؟ هو يمشي رايي عليا؟ ولا عمر عاملها. انا عايز منك كلمه واحده بس لوحدنا. عجبك الكلام ماشي، ما عجبكيش انا هاخدك بنفسي اوصلك مكان ما انت عايزه. بعد اذنك طبعا يا جيمي. قلتي ايه؟ ماشي. يعني ايه مش فاكر؟ زي ما بقول لك كده، ما اعرفش ضاع مني امتى. هو حضرتك ما بتكونش عارف شايل مسدسك فين؟ انت عايزاني ايه؟ اهتم عليه كل يوم. طب عرفت ازاي انه ضاع؟ مفيش مره كنت مسافر وانا متعود اما اكون مسافر باخده معايا. دورت عليه ما لقيتهوش. امتى الكلام ده بالظبط؟ قبل الحادثه باربع او خمس ايام. قلت جايز نسيته في العزبه وما اهتمتش ادور عليه. طب ما فكرتش انه ممكن يكون اتسرق؟ اه جايز جدا. ممكن اللي قتل دينا يكون سرقه. عشان اللي لبسني التهمة. يبقى في الحالة دي لازم نثبت الكلام ده، وده مش سهل. هنقول ايه؟ في واحد دخل الفيلا سرق المسدس ومشي ومفيش حد قال له انت رايح فين؟ حط نفسك مكان القاضي، في حد ممكن يقتنع بالكلام ده؟ دي مش مشكلتي. بقى انت بتكلميني كده ليه؟ انت المحامية بتاعتي ولا انت وكيل نيابة؟ شريف بيه، حضرتك جاوبت على الأسئلة دي في النيابة وفي المحاكمة اللي فاتت صح؟ ولما انت عارفة كده بتسأليني تاني ليه؟ طب وردودك دي وصلتك لفين؟ شريف بيه، الأسئلة اللي أنا بسألها لك دي لازم يبقى عندك ليها ردود أحسن من كده. لازم تديني حاجة أقدر أبني بيها دفاع عنك، يا كده مش هقدر أدافع عنك. أنا قلت اللي عندي. أنا ما قتلتهاش، ما قتلتهاش. هتعرفي تثبتي براءتي؟ أهلا وسهلا. مش هتعرفي؟ سيب القضية لأي محامي تاني. إيه؟ نشوف شغلنا بقى ولا إيه؟ مش قلت لك ان عمرو هو اللي هيتصرف معاه؟ يلا يا استاذ شوف اللي ورانا. يلا يا باشا. قولي لي بقى قررت ايه؟ لسه ما قررتش، بس دلوقتي مرتاحه لفكره ان انا اسيبه. الدرجه دي؟ ايوه، شريف مداري حاجه، مش كل اللي بيقوله هو اللي حصل. شكله مش عايز او مش قادر يتكلم، واللي بيعمله ده انا استحاله هقدر اساعده. حاولت معاه كتير بس خلاص، هعمل ايه؟ هو حر. نهى اوعي تاخدي قرار وانت متضايقه، عارفه؟ عشان ما ترجعيش تندمي عليه. فكري واهدي وبعدين قولي اللي انت عايزه. اول مره احس بحيره كده. على قد ما كان نفسي في القضيه دي، على قد ما انا مش عارفه اذا كنت اللي عملته ده صح ولا غلط. طب انت رايك ايه يا استاذ مصطفى؟ انا رايي انك انت تفكري بهدوء النهارده خالص عشان تاخدي فيه القرار اللي انتي عايزه. بس من فضلك يا نهى، بكره بالكتير تخلصي القرار ده. لازم، عشان اذا كنا هنعتذر نلحق نقول للناس يشوفوا لهم حد تاني. فاهم فاهم. مش كده؟ هرد عليك بكره ان شاء الله. ايه بقى كنت عايزني في ايه؟ يعني القضية بتاعت شريف مختار كنا عايزين نرجع نشتغل عليها شوية. تصدق كنت انا بكلمك في نفس الموضوع؟ المحاكمة بعد ما تتعاد الموضوع هيرجع يسخن من اول وجديد. ايوه بس محتاجين نغير شوية في التكنيك. ايه ناخد صف شريف يعني؟ مش بالظبط. بس حصل جديد في القضية، حكم الاعدام، الناس بدأت تتعاطف معاه. طيب ايه رأيك ننقل وجهة النظر التانية؟ انسى. لا سمير امراته ولا زياد ابنه هيرضوا يطلعوا معاك. وانا مش عايزهم اصلا. انا عايز المحاميه بتاعته. ايه رايك؟ فكره كويسه، بس دي لسه ماسكه القضيه بقالها كام يوم، هيكون عندها جديد تقوله لها؟ حتى لو ما عندهاش انا هجيب اسخن بيها الحلقه، ده شغل يا ريس. اوكي، شوف حد من الاعداد يكلمها واعمله معاد. وعلى ايه بس؟ انا جبت رقمها واكلمها بنفسي، يعني مكالمه مني اكيد هتفرق. الو استاذه نهى، معاكي عمرو امين. طيب هتعملي ايه يعني؟ هتروحي؟
مش عارفه بفكر. بتفكري وانت عارفه ان البرنامج بتاع عمرو هو اكتر برنامج بيهاجم شريف مختار، وده المفروض يخليني ارفض اطلع معاه. ايوه يا حبيبتي بالظبط كده. يعني لو رحت يبقى ده في صالحي انا وشريف مختار، لان مستحيل هقبل اطلع معاه في الحلقه الا لو كنت ضامنه ان موقف شريف في القضيه كويس. بس اللي بتقولي ده مش حقيقي. شريف مختار موقفه زي الزفت، وانت يا نوع مش هتقدري على عمرو وحركاته. ده لسه قايله لي انك بتفكري تسيبي القضيه كمان. ايوه بس كل اللي بيحصل ده ليه؟ يعني ايه؟ يعني تعالى نمشي ورا احتمال ان شريف هو اللي قتل مراته. ليه الاعلام مستلمه كده؟ وليه واحد زي جمال الشربيني وعمرو امين يعملوا فيه كل اللي بيعملوه ده مع ان القضيه خلصت خلاص واتحكم عليه؟ عادي يا حبيبتي عادي. الموضوع سخط والناس دي ملهاش عزيز. لا لو كده ما كانش عمرو يكلمني بنفسه عشان اطلع معاه في الحلقه. بالنسبه له انا مش مهم، ولا لسه بدات شغل على القضيه عشان يجيب نتكلم عنها. اللي بيحصل ده تحس انه اتفاق او كلام جالهم يخليهم يعملوا كده في الشريف. كلام جالهم؟ طب ومن مين وليه؟ كلنا عارفين من مين، لكن ليه هو ده السؤال؟ ايه اللي يخليهم يبقوا عايزين يوصلوا الصوره دي عن شريف مختاره بالطريقه دي؟ ايه اللي يخليهم يحاربوه الا لو كانوا عايزين يشيلوا القضيه؟ ابتديتي تقولي اي كلام يا نهى. بص بقول لك ايه، عايزه تطلعي في البرنامج اطلعي براحتك، بس انزلي من على وداني شويه عشان انا مش فايق. ايه يا خالد انا باخد رايك. انا قلت رايي يا نهى، قلت رايي. الو استاذ مصطفى، انا بس حبيت اقول لك ان احنا مش محتاجين نستنى لبكره، واني قررت اكمل القضيه. طب وبعدين ناوي على ايه؟ انا عارف بقى، هو لفيت على كذا ورشه اشوف فيهم لقمه عيش فاضيه مفيش، شكلها كده فقر زي وشك. طب وتعمل في نفسك كده ليه؟ يعني بعد كل اللي حصل مش عايز تسمع كلامي برضو؟ رجب مش عايزين لت وعجن ساعه صباحيه، مش هرجع لايام الشقه. وما ترجعش ليه؟ طلبت معاك تتوب قلت وماله براحتك، واديك مشيت في سكه الحلال لحد ما جبت اخرها، وفي الاخر ايه اللي حصل؟ اتلطيت في اللي مالكش فيه ورجعت مرمي هنا تاني بتتحايل على اللي يسوى اللي ما يسواش. يا عم انا عايز اتحايل على اللي يسوى واللي ما يسواش، بطل زن بقى. يا محسن احسبها بالعقل كده وفكر يا صاحبي، لو على الشغل هتلاقي، بس يوم ما تضلم هتضلم فوق دماغك انت. عارف ليه؟ عشان اللي زينا ما لهمش توبه، شغل زمان هيفضل ينط لك في اي حته تروح فيها، وفي الاخر هتتشد وما تطلعش منها ترجع تترمي هنا تاني. يا عم انا عايز اترمي واتمرمط وانت مال اهلك؟ انت ليك حاجه عندي ليه؟ وده عشان العيش والملح بس يا محسن. الليله ليله ايه؟ دخلتك؟ لا يا شبح، ليله في شغلانه هعملها انا والواد عزيز، فيلا جنبنا هنا في الماريوتيه هنقلب منها قرشين حلوين، ومحتاجين تالت، قلت انت اولى من الغريب. لا والله. طب الهنا والشيف انت الجوز بعيد عني. انا مش هتحايل عليك، بس بقول لك فكر في بنتك وفي مصاريفها، شغله مش هتلاقي، واللي لقيت مش هتعمر، انما بايديك يا محسن ومعايا مش هتلاحق على الرزق. قلت ايه؟ ما تقولش، فكر وانا هعدي عليك هنا بالليل، لو لقيتك هاخدك في سكتي، انما هتعمل لي فيها الشريف العفيف. خلاص كده ايمن عرفت هتعمل ايه؟ تمام يا عم، هحاول اوصل لكل حاجه عن نهى رشاد، وهعمل لك كمان ملخص عن كل القضايا اللي اشتغلتها. واي حاجه عليها يا ايمن ركز معايا، انا مش جايبها هنا عشان اعرف الناس عليها، انا من الاخر كده عايز اقطعها. ايوه عمرو، بس بالراحه برضه علشان الناس ما تفهمش انك قاصد تبهدلها. ما تشغلش بالك انت بس بالناس، انا كل اللي يهمني ان هي تخرج من عندي وهي خسرانه القضيه من قبل ما تبتديها. وصلت ولا لسه؟ وصلت. بس ليه؟ ليه؟ اللي احنا بنعمله في الشريف مختار ده من ساعة ما استلمناه واحنا بنخبط فيه جامد قوي. بص يا ايمن، انا مش هينفع ادخلك في تفاصيل انت لسه صغير عليها، بس كل اقدر اقوله لك ان شريف مختار لعب لعبه مع ناس ما ينفعش يلعب معاهم اصلا، والناس دي بقى هي اللي طلبت مننا نعمل اللي احنا بنعمله دلوقتي. ماشي. طب ونو؟ طالما دخلت القضيه يبقى تتاخد في الرجلين، وزي ما قلت لك ما تشغلش بالك انت، لان قريب قوي مفيش حد هيسمع عنها تاني، وده بقى اللي انا عايزه منك، هتقدر ولا لا؟ سيبها لي.
بعد الفاصل هيكون معانا ضيفة أعتقد إن هي تهم ناس كتيرة جدا. محامية شابة حققت نجاح واسع رغم سنها الصغير، أكاديمية ومعاها ماجستير في القانون الجنائي. يلا يا عايدة بقى تعالي. ايوه حاضر انا جايه اهو. ايه نهى ظهرت ولا لسه؟ هتظهر حالا بعد الفاصل. اقعدي اقعدي بس. ماشي. بعد الفاصل هنلتقي بالاستاذه نهى رشاد محاميه رجل الاعمال شريف مختار، فكونوا معنا. ايوه يا هشام ازيك؟ انا في البيت. قولي رحت الرزق يا عم؟ مفيش حاجة، أنا بتابع معاك بس. أول ما تروح له كلمني. ماشي، مع السلامة. ورجعنا لكم مرة تانية ومعانا الأستاذة نهى رشاد. أستاذة نهى أهلا بيكي. أهلا بيكي يا أستاذ عمر. أستاذة نهى، أنا عارف إن هو سؤال قليل الذوق ويمكن كمان قليل الأدب، وأنت مش شايفة نفسك صغيرة شوية على إنك تمسكي قضية كبيرة زي قضية شريف مختار؟ الموهبة والكفاءة والخبرة مش مرتبطين بالسن يا أستاذ عمر، وإلا كان يبقى أي مقدم برنامج أكبر منك في السن أحسن منك، ولا إيه؟ ماشي، بس القضية اللي أنت ماسكاها دي مش برنامج، دي أرواح ناس. ده حقيقي، أنا شغلتي إن أنا دافع للناس مش مجرد إن أنا أطلع وأتكلم عليهم. اقطعني على عمر. ماشي أعديها. طيب أستاذ، أنا ممكن تعرفينا بنفسك شوية عشان الناس تبقى عارفة أنت مين بالظبط؟ أنا واحدة كنت متفوقة في دراستي في كلية الحقوق طول الأربع سنين، اتدربت على إيد أهم محامي في مصر من وأنا في أولى حقوق، عملت ماجستير في وقت قياسي وترفعت وكسبت قضايا صعبة كتير جدا. تقدر بقى أنت تقولي أنا ناقصني إيه عشان أدافع عن شريف مختار؟ ناقصك الخبرة، اللي بالرغم إن هي موجودة عند الأستاذ فؤاد عبد الله إلا إنه خسر القضية اللي أنت ماسكاها دلوقتي. مرة تانية أقولك إن الخبرة مش سن وبس، ده مجهود ودراسة وممارسة، واكيد لو ما كانش عندي الخبره الكافيه ما كانوش عيله شريف مختار اختاروني. عندك حق، لو ما كانوش واثقين فيكي ما كانوش اختاروكي. نتكلم في القضيه بقى؟ نتكلم، انا جاهزه. طيب تعالى نبتدي باول سؤال. انت بصراحه كده وبعيد عن كونك ماسكه القضيه، حاسه ان شريف مختار بريء؟ لو ما كنتش متاكده من احتماليه براءته ما كنتش وافقت ان انا امسك القضيه دي من الاول. يعني الموضوع لغايه دلوقتي مجرد احتمال. طيب والادله وحكم المحكمه اللي صدر ضده؟ الادله مردود عليها وحكم المحكمه اتنقض، يعني اصبح لاغي. وأيوة طبعا الموضوع لسه مجرد احتمال، لكن الأصل في القانون إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته مش العكس. لكن أنت إحساسك الشخصي إيه؟ الإحساس مش أداة قياس عشان نحكم بيها على الناس يا أستاذ عمر، وده اللي نفسي يوصل للسادة المشاهدين. مش مهم شعورهم إيه ناحية شريف مختار أو إيه الصورة اللي أنتوا بتحاولوا توصلوها هنا، المهم هو الحقيقة. والحد دلوقتي اللي قدامي إنه لأ، شريف مختار مش هو اللي قتل مراته. أنت تعرف تثبت الكلام ده؟ السؤال ده هيترد عليه في المحاكمة. طيب لو ما كانش شريف مختار هو اللي قتلها، تفتكري مين اللي ممكن يكون عملها؟ والله بقى البلد فيها بوليس وقانون ونيابة، هما اللي يردوا على الموضوع ده. أنا شغلي إني أثبت براءة موكلي وبس. أنا بفترض معاكي بس مش أكتر، أصل معنى كلامك إن أنت كده بتتهمي الحكومة والداخلية إن هما مقصرين في شغلهم ومش عارفين يجيبوا القتل الحقيقي لغاية دلوقتي. أنا ما قلتش كده يا أستاذ عمرو، ويا ريت ما تتكلمش بلساني. يعني أنت ما بتتهميش الداخلية بالتقصير؟ أنا ما بتهمش أي حد بأي حاجة، لأني أنا مش جهة اتهام أصلاً، أنا محامية. عمرو، معانا مداخلة من المحامي فؤاد عبد الله. عمرو. أوكي. معانا دلوقتي على التليفون الأستاذ فؤاد عبد الله محامي شريف مختار السابق. أستاذ فؤاد مساء الخير. أهلا، مساء الخير يا أستاذ عمرو. في الأول اسمح لي أقول لك هارد لك على القضية، لكن في نفس الوقت عايز أقول لك إن أنت حاربت، ومش شرط إن الفارس يكسب كل معركة. أنا بكلمك النهاردة عشان أعرف إيه تعليقك على كلام الأستاذة نهى رشاد. بص يا عمرو، الكلام مفيش أسهل منه. أنا ممكن دلوقتي حالا أقول لك إن أنا هرفع قضية أحرر بيها فلسطين وهكسبها. حد يقدر يقول لي حاجه؟ يعني افهم من كلام حضرتك ان الاستاذه نهى بتعمل بس فرقه عالميه مش اكتر؟ بصراحه وده عادي ومتوقع من واحده زي الاستاذه نهى. بس مش فاهم كلام حضرتك، يا ريت توضح لي اكتر. قصدي ان القضايا المهمه اللي زي دي ما ينفعش يقوم بيها حد ملوش خبره، وده اللي واضح من كلامه. بس كده، مش عايز اقول اكتر من كده عشان ما اضايقش حد. يعني افهم من كلام حضرتك ان الاستاذه نهى غير جديره بالقضيه بدون اي موقف شخصي، وبكلام واحد عنده خبرة مش أكتر. وما بيتهيأليش إنها هتقدر توصل لأكتر من اللي أنا وصلت له. شكراً للأستاذ المحامي القدير فؤاد عبد الله. أستاذة نهى،
تعليقي على كلام الأستاذ فؤاد. مش شايفة داعي إن احنا نضيع وقت المشاهدين في الرد على واحد كل إنجازه في القضية إنه جاب فيها حكم بالإعدام. أه بس هو معنى كلامه إن أنت مش هتجيبي حكم أحسن من اللي هو جابه. خلاص يبقى أنا كده هبقى عملت نفس اللي عمله الأستاذ فؤاد، بس لو الحكم اتغير يبقى أنا نجحت. يعني في الحالتين يا هبقى زي الأستاذ يا أحسن منه. أستاذة نهى اسمحي لي إن أنا أقول لك حاجة يعني، بس يا ريت ما تفهمنيش غلط. أنا معجب جدا بيكي. معجب يعني بثقتك بنفسك وهدوء أعصابك. طبيعتك بقى ولا شغلك اللي خلاكي كده؟ شوف يا أستاذ عمر، أنا محامية، شغلنا زي دي لو ما كانش عندي ثقة في نفسي كفاية كنت عمري ما هنجح فيها. طيب في نهاية فقرتنا عندك حاجة عايز تقوليها؟ عندي أستاذ عمر، الناس كلها عارفة أن البرنامج بتاعك ضد الشريف مختار على طول الخط. أنتوا قررتوا أنه مدان قبل حكم المحكمة وبتزرعوا دفع عقول المشاهدين. أنا مستغربة موقفك جداً. أنت قبل الحادثة بحوالي شهر ونص كنت عمال تمجد في شريف مختار ومجموعته الاقتصادية لدرجة أن أنت قلت أنه خليفة طلعت حرب. إزاي دلوقتي فجأة عايز تحوله لواحد ما عملش أي حاجة كويسة في حياته؟ شريف مختار بني آدم زي كل البني آدمين، عنده حاجات صح وعنده حاجات غلط، وده اللي أنا نفسي يوصل للسادة المشاهدين. مش مفروض أننا نحكم عليه بمشاعرنا أو باللي بنسمعه عنه. شريف مختار جايز يكون عنده حاجات غلط، وجايز يكون في ناس مش راضية عنه لأسباب تخصهم أو لتصرفات عملها زمان. كلنا بنغلط، بس مش معنى كده أننا ما نقدرش نبطل غلط أو نغير من نفسنا، وإلا يبقى كلنا مذنبين ومهما عملنا بعد كده في حياتنا مش فارقة. أنا مش بقول إن الشريف مختار ملاك، بس بقول إن هو دلوقتي في موقف ضعف. لو عايزين نحكم عليه نحكم عليه بهو إيه دلوقتي وبيعمل إيه، مش هو كان إيه زمان. وعموماً أنا بوعد الناس إني هجيب البراءة للشريف لو كان بريء فعلاً، وياريت لحد ما ده يحصل تبطلوا تأثروا على رأي اللي بتفرجوا عليكم بطريقة فعلاً حقيقي ما فيهاش ذرة من الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ولا أدنى احترام لعقول المشاهدين. اتهامك لينا ده يا أستاذة نهى محتاج حلقة لوحده عشان نعرف نرد عليه، لأن إحنا مش مع حد ولا ضد حد، إحنا مع الناس، ولازم ننقل الحقيقة للناس زي ما هي بدون أي اعتبارات شخصية. هي دي الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها واللي خلت الناس تصدقنا وترتبط بينا. والله يا ريت تعملوا كده يا استاذ عمرو، عشان من الكام يوم اللي فاتوا انا صراحة مش حاسة بكده. وبوعد الاستاذة نهى ببراءة شريف مختار بننهي حلقة الليلة. احنا اجازة في الويك اند اللي جاي، استنونا بعديها ان شاء الله، وتصبحوا على خير. نورتينا يا استاذة نهى. شكرا يا استاذ عمرو. الله يبارك فيك يا بابا. يعني اتبسطت؟ وماما كمان؟ طب الحمد لله. طب بابا انا هقفل معاك بس عشان معايا ويتنج. اه من ساعه ما خلصت الحلقه والناس ما بطلتش تليفونات. خلاص يا حبيبي هكلمك بكره، تصبح على خير. ايوه نسرين، الله يبارك فيك يا حبيبتي. احلى شبح، قلت لك يا عزيز مش قلت لك قلبي حسن هنيجي نلاقيها هنا؟ اهو انت كده حبيب قلبي. ايه مش يلا بينا عموم؟ اهلا اهلا. طيب يبقى خدوا بالكم بقى من نفسيكم، ها وطمنوني عليكم يا اولاد. يعني ايه؟ يعني اللي انا قلته لك يا عم رجب، يعني الاكشن ماليش فيه. اه بالحق، انا سمعت عن عيل سيس بلغ الحكومه قال لهم انا شفت حراميه بتنط على الفيلا اللي انتوا رايحين تنطوا عليها. انا قلت اقول لكم اهو، يعني لو كنتوا عاملين حسابكم على بيات ولا حاجه. خلاص عليكم كده وانتوا عاملين زي اسدين قصر النيل. يا حبيبي انت صاحي؟ نمت شويه. شفت الحلقه النهارده؟ شفت، لسه نمت وانا بتفرج. شفتهاش كلها يعني. بكره بقى، انا بكره انا لازم اصحى بدري، عندي شغل الصبح. تصبح على خير. تمام. ايوه شفت الحلقه؟ انا كمان شفتها، شكلها صغيره ومش هتعرف تعمل حاجه. لا مش هقدر استنى الاحتمالات، الليله لازم اشتغل. ايوه انا كمان عملت كذا مكالمه كده تنفعنا في الموضوع ده.
أنا هتصرف. أنا هتصرف. شكر، مع السلامة. شكلها كده الدور عليك يا نور.